رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة يقدم بيانا صحفيا يفيد من خلاله بأن عملية التنظيم جارية على قدم وساق، ويؤكد بأن 2000 مترشح لحج هذا العام قدموا جوازات سفرهم للجنة. والدورة التدريبية حول تعزيز كفاءات العاملين بالشبكة التشادية لمتابعة التقييم تنهي أعمالها بدار المرأة التشادية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى عرضنا الرئيسي لهذا المساء. وقبل أن نبدأ النشرة أرحب بضيفنا ضيف النشرة لهذا الأسبوع، السيد زكريا محمد صالح، النائب الثاني للأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. سيد زكريا، أهلا بك في استديوهات تلفزيون الجامعة. سنطرح إليك بعض الأسئلة فيما يخص الزيارة التي قمتم بها مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية. قدم رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة لعام 2018 إدريس دوكوني الدكير بيانا صحفيا بمكتبه، أفاد من خلاله عن مدى تقدم عملية التنظيم للحج، كما أكد بأن الكثير من المترشحين لحج هذا العام قدموا جوازات سفرهم للبعثة عبر الوكالات المعتمدة من قبل اللجنة، وأن 15 من الشهر الجاري يعد آخر موعد من التقديم للتأشيرات. جزء من حديث رئيس اللجنة: لحد اليوم الحمد لله لقينا أكثر من 2000 حاجة باسبورات، خلاص حجات جابوهم، هذا الحصد جابوهم في مكانه الدسينال في السيستم عشان نلقل الفيزا بتاعهم. قلنا كل الحجات تشادين السنة يدور يمشوا الحج لازم يوم 25 يوليو لازم يكون هنا في الأسمة كل ما واحد يفهم، لأن من هنا كان مشى محل نزول هكذا كل ناس هناك في مدينة النائب الرئيس يكون قبل عندك يكون عندك مع الناس جاي يستنوم ليه يودون في سكن هنا. وفي ميناء شلنا نظام عشان سنين الفاتت عرفنا لأن بقت صعب كثير، مشكلة الحج هو بين ميناء عرفة مزدلفة، نحن عملنا جهد عشان تكونوا بالطريق الصحيحة وبنظام الكويس، عشان ده سوينا لكم براسلي، سوينا لكم باتش. نادم كان جاء شفتو قايد وما عنده براسلي، ما عنده باش وما عنده شغل آخر، معناته سين سكواتير، معناه نادم جاء ما كفى أجارة ودخل فوقه. أي ما ناس بمشوا للجمرات لازم نبلغوا قبال للنظام السعوديين عشان هم يعرفوا لأن صار 11 تشادين ماشين يرموا، عشان ده نكون دائما في النظام. ننتو اسمين كان قلنا جروب أنا فول نمرة أين ماشي للرجم، خلي جروب نمرة أين ده ينزم عشان يمشي ويرجع بلا مشكلة. وبالنسبة للدكاتير الحمد لله السنة شلنا دكاتير كتير عشان وقت علينا ماشين ده وقت شيء صعبة، علمي جاي بسوب وفي ملاريا كتير، عشان كده قلنا لازم نرسبكتي كوتا هنا الأومس يقول كان 1000 نفر ده لازم فيها دكتور واحد، نينا شلنا 5 دكاتير ل4000 تشاهدين اللي يمشوا و9 انفرمير، عشان كده إن شاء الله ناس دول ده يقدروا بيساعدونا بالنسبة للصحة هنا الحجاجنا. أسدل الستار يوم أمس بدار المرأة التشادية على أعمال الدورة التدريبية حول تعزيز كفاءات العاملين بالشبكة التشادية لمتابعة التقييم. المدير العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي ممثلا للوزير هو من رأس أعمال الاختتام، فاطمة داود الحامر والتفاصيل. تقييم المشاريع والبرامج التي تقدم من قبل الشباب ودعمها وتقييم كافة الشبكات الشبابية هي أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون من الورشة التدريبية التي نظمتها الشبكة التشادية للمتابعة والتقييم، حيث تطرق المشاركون خلال الدورة هذه إلى القضايا الحاسمة التي تخص الشباب وتحد من عمليات التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز ثقافة تقييم الأداء والتخطيط الإنمائي. في كلمة الختامية، المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط أولي جون كاملا أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه الشبكة في تحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه الدورة تسهم بلا شك في فتح آفاق جديدة للمشاركين فيها،
أما رئيس الشبكة التشادية للمتابعة والتقييم محمد جيمي درنمي طلب من المشاركين الأخذ بكل المعلومات التي تلقوها خلال الدورة، مؤكدا بأن الشبكة تبذل قصارى جهدها في المساهمة ولو بشيء قليل في تحقيق التنمية. وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات تقديرية للمشاركين من قبل الشبكة. عقب إطلاق عملية نشاطات فعاليات اليوم العالمي للسكان دورة 2018 بمدينة بول، باشرت بعض اللجان المختصة بإحياء بعض من الأنشطة منها المؤتمرات النقاشية بكل من دار الثقافة وفندق بول، وذلك بحضور عدد من المختصين في المجال السكاني والمدعوين. أوفى التفاصيل في تقرير الزميل عبد الرحمن آدم رحمة. مواصلة لنشاطات إحياء اليوم العالمي للسكان دورة العام 2018 بمدينة بول الذي جاء تحت شعار التخطيط الأسري حق إنساني، وهو الموضوع الأول الذي تم عرضه من خلال هذا المؤتمر النقاشي وحصيلة نتائج منظمة سويت في إقليم البحيرة. وقد أحيا المؤتمر كل من الدكتور آدم أدمو المكلف ببرنامج تنظيم النسل لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان والمكلف بالإعلام لدى المنظمة فضل آدم أوض. وعلى حسب المعتمران إن موضوع تنظيم النسل يعد من الأمور المهمة التي يجب أن تعتني بها كل أسرة، كما يعد ذلك ضمن العوامل التي تساعد في محاربة الفقر والحفاظ على صحة المرأة، كما وصف نشاطات منظمة السويت التي وجدت صدى إيجابي في مناطق إقليم البحيرة نتيجة للمساعدات الإنسانية التي قدمت لصالح النساء وتأهيلهن في الكثير من المجالات. وفي صعيد متصل لليوم الثاني من نشاطات اليوم العالمي للسكان، كان المحور الثاني من موضوع المؤتمر النقاشي الذي أحيته الدكتور إدويتش أديكامبي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب تشات والدكتور آدم آدمو، حيث تطرق الجانبان حول مسألة الزواج المبكر والتداعيات السلبية التي تنجم عنه. وقد دعا المؤتمران الشيوخ التقليديين الذين حضروا بكثرة إلى لعب دورهم المنوط في توجيه السكان. وقد أشار الممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن الصندوق يسعى دائما في دعم النساء من خلال البرامج الواسعة التي تساعدهن، كما يتم رسم خطة لتوصيل الرسالة إلى النساء في الجزر والقرى النائية. هذا ونشير بأن نشاطات اليوم العالمي للسكان ستتواصل بمدينة بول حتى 11 من الشهر الجاري. نظمت يوم أمس المدرسة العليا للعلوم والإدارة التابعة لجامعة ياوندي يوما تربويا جسدت من خلاله الإجراءات المتبعة في المرافعات القضائية. حضر المناسبة أعضاء هيئة التدريس وعمدة بلدية الدائرة الثامنة وبعض من العاملين في المجال القضائي. حسب الكريم محمد سعيد أبزين والتفاصيل. هي محكمة مسقرة للمرافعات القضائية لطلاب الجامعة. القضية التي تمثلت في حل قضية أسرية كانت المرأة فيها النقطة العضائف من خلال القضية ومجرياتها الأولية، قضية تعلقت بامرأة اسمها زمان، وكأن الزمان يحكي قصتها، قصة الطرف الآخر فيها زوجها الذي أجحف في التعامل معها بعنف، الأمر الذي استدعى زمان لقتله بطلقات نارية، ما دفع المحكمة لإدانتها في قتله مع تجديد العقوبة عليها بالسجن وفقا للقانون التشادي. فالقضية تناولت في ضياتها قضية أخرى غير القضية الجنائية، وهي قضية العنف الممارس ضد المرأة. لم يكن هذا فحسب ما جرى خلال المناسبة، بل سبق هذا كلمة رئيس قسم العلوم القانونية والسياسية بالمدرسة العليا للعلوم والإدارة التابعة لجامعة ياوند 2 محمد ألي كاغير، الذي قال إن المناسبة تدخل في إطار الأنشطة التربوية للمؤسسة، الأمر الذي يتيح للطلاب التدرب على المرافعات والقضايا المتعلقة بالتخصص الذي اختاروه، وذلك ليكون دائما أساسيا لهم في المستقبل، ليقوم بعدها ضيوف الشرف بتكريم الطلاب المشاركين في المرافعات القضائية وسط تشجيع الجمهور الحاضر بالمناسبة. ونبقى في المجال الأكاديمي، حيث عرض مساء أمس بمركز المنى الثقافي الكاتب والمؤلف الدكتور أمين إسماعيل بركة كتابه المعنون بمقومات ومعوقات التنمية السياحية في تشاد. كان ذلك بحضور رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عبد الله بخيت والعديد من الأكاديميين والباحثين. تقرير آدم حنفي فاضل. في إطار أنشطته العلمية الجغرافية،
والتي اختار فيها مقومات ومعوقات التنمية السياحية في تشاد عنوانا لكتابه الكاتب الدكتور إسماعيل بركة، الذي قام بتأليف هذا الكتاب والذي يحتوي على 5 فصول موضحا فيها كل مقومات ومعوقات التنمية السياحية بتشاد، وذلك بعد أن قام بالبحث في كل المناطق السياحية كحديقة زاكوما نموذجا، حيث شكر الكاتب في حديثه وزارة التعليم العالي وكذا جامعة الملك فيصل على ما قدم له أثناء عمله بهذا الكتاب. من الدواعي التي حفزتني للكتابة لهذا الموضوع هو وجود المعالم الأثرية النادرة والمزاجر الطبيعية الغلابة والتي تعتبر ثروة حقيقية للتنمية السياحية في تشاد. جامعة الملك فيصل، وعلى لسان رئيسها الدكتور عبد الله بخيت صالح، حيث أشار إلى حسن سلوك الكاتب مطالبا مثل هذه الكتب المؤلفة محليا أن تضم وتدرج إلى المعالم العلمية والثقافية والسياحية بتشاد. الذي يجلس أمامكم دكتور أمين إسماعيل بركة، شاب جاد واعد، مهتم بالبحث، مهتم بالعمل، مهتم بالإدارة، ويعتبر أول خريج من قسم الجغرافيا في جامعة الجميلة يتحصل على درجة الدكتوراه. ويشار إلى أن كتاب مقومات ومعوقات التنمية السياحية في تشاد لحظيرة زاكوما دراسة تحليلية يحتوي على 183 صفحة للمؤلف التشادي الدكتور أمين إسماعيل بركة رئيس قسم الجغرافيا بجامعة الملك فيصل. سياسيا، قام مؤخرا الأمين العام النائب لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور زكريا محمد صالح بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار عملية تنصيب الأمين العام للحزب بالمملكة، حيث شارك في حفل التنصيب الكثير من مناضلي ومناضلات الحزب إلى جانب بعض من المقيمين هناك. تقرير هارون أبا آدم. مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية احتشدوا كعادتهم للتعبير عن نضالهم السياسي ومساندتهم للرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو. هذا اللقاء الذي يعتبر مؤشرا للود المتقاسم بين أعضاء الحزب وأيضا التلاحم من أجل المصلحة العامة للتشاديين في الخارج، والتي تعتبر في أولويات إيديولوجية الحركة الوطنية للإنقاذ، ولاحترام مبادئ الحزب التي ترتكز على الديمقراطية، فقرر المناضلون التناوب على إدارة المكتب المسير للحزب بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الأمين العام النائب الثاني دكتور زكريا محمد صالح، الذي نصب أعضاء المكتب الجديد برئاسة عمر موسى حسن ونائبته حواء سليمان ريشة الوطن، وأن تعيين الفريق الجديد تم بالتراضي بين جميع المناضلين والمناضلات. وبعيد مراسم التنصيب، فقد تحدث رئيس وفد الحركة الوطنية للإنقاذ الأمين العام النائب الثاني دكتور زكريا محمد صالح، حيث ذكر المناضلين بالأهداف السامية والنبيلة للحزب التي رسمها الرئيس المؤسس للحزب إدريس ديبي إتنو، وأهمها الوحدة الوطنية ونهضة تشاد، وهي أسباب أقنعت الشعب التشادي وكفل للحزب أن يحقق انتصارات متتالية أمام منافسيه في مختلف العمليات الانتخابية التي شهدتها الساحة السياسية وبسط نفوذه بكل ديمقراطية. نحن السعودية والشعب السعودية لها مقامة خاصة في دولة تشاد، وخاصة في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وقائده في الجيش. السادة الأفراد، قبل 3 أيام التقيت مع الأغلبية الموجودين هنا وناقشت معكم بكل إخلاص، ناقشت معكم بكل جدية، ودعوتكم للتكاتف وللتوحد وللتضامن حتى تكون يدا واحدة وقلبا واحد. هذه ليس سياسة زكريا فقط، بل سياسة حزبكم وقائدكم إدريس ديبي إتنو. كما حثهم على الشعور بالفخر بقائد الأمة التشادية إدريس ديبي إتنو الذي أنقذ الشعب من قهر واضطهاد الدكتاتورية. ومن جانب آخر، أكد الدكتور زكريا محمد صالح أن الجمهورية الرابعة هي السبيل الأفضل لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب التشادي. وسط فرحة عارمة للجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية وخاصة مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ، تعهدوا باحترام اللوائح المسيرة للحزب وأكدوا جاهزيتهم للعمل الدؤوب لحشد المزيد من المناضلين من أجل التوصل إلى الأهداف المنشودة. وكما أسلفت في التقديم، معنا في الاستديو الدكتور زكريا محمد صالح النائب العام الثاني للحركة الوطنية للإنقاذ. أهلا بك للمرة الثانية. أهلا وسهلا بكم.
دكتور، قمتم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية والتقيتم بالجالية التشادية، فكيف وجدتم الأمور هناك؟ أولا أتقدم لكم بشكر وتقدير للإخوة في الفضائية التشادية، الشباب الذين يغطون كل تحركاتنا وكل كنت في المملكة العربية السعودية، فالجالية هي أكبر جالية أظن موجودة في عندنا، جالية موجودة في الخارج منها المملكة العربية السعودية والسودان وبعض الدول، ولكن الجالية في السعودية لها مكانة خاصة ولها أمور خاصة، ولهذا أنا أنتهز هذه الفرصة أتقدم بالطلب إلى بعض الوزارات خاصة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلي تقوم وتسخر العلاقة بيننا وبين دولة خادم الحرمين الشريفين. الجالية تواجه بعض المضايقات، الجالية نقل الإقامات الآن بقى له صعوبة، دفع الغرامات هناك الآن السكن بقى صعب، عندنا جالية كبيرة، ولهذا نحن بناء على العلاقة اللي عندنا بيننا وبين المملكة العربية السعودية نطالب الخليل وزارة الخارجية تأخذ وفد كبير وتناقش الجانب السعودي للتخفيف من أعباء والمشاكل التي يعاني منها الجالية التشادية، هذا من جانب. أناشد أيضا وزارة التربية والتعليم النظر للمدرسة الوحيدة في الخارج، المملكة العربية السعودية لديها الآن الجالية لديها مدرسة في منطقة جدة، هذه المدرسة ربما هناك 1000 طالب أو أكثر أو أقل، هذه الجالية المدرسة التربية والتعليم خليها تراقب هذه المدرسة عن قريب، تشوف تربية أبنائنا كيف المنهج اللي بيقروه ما هو، تكون لها مجلس آباء طلبة يدير هذه، ترسل مدرسين باللغتين الرسميتين هي اللغة العربية واللغة الفرنسية. سنرجع إلى هذه أو إلى هذا السؤال بالتحديد. سؤالنا في البداية قلنا كيف وجدتم الأمور هناك، يعني كيف وجدتم الأمور السياسية أو المكتب السياسي هناك، هل وجدتم هو مكتب يعني المقيمين على المكتب متفقين ويعملون على ترقية المكتب وليست لديهم أي مشاكل؟ في بعض المشاكل التي حصلت في المكتب، وكان كتبوا لنا المناضلين أكثر من مرة، أكثر من 20 رسالة استلمناها كل شيء، ودائرين الأخ الأمين العام اللي كان الماضي استمر 20 سنة 22 سنة رأسهم، وطلبوا تغيير الأمين العام ونائبة فقط، لما كتبوا لنا نحن وكتبوا لنا أكثر من مرة، أمر الأمين العام محمد زين بدأ بتسفير المملكة العربية لتغيير الأخ الأمين العام، وجلسناهم كلهم وسمعنا آراء كل الموجودين أعضاء المكتب، وهو المكتب أكبر مكتب عندنا الآن، هو المكتب المملكة العربية مكون أكثر من 70 شخص، ولما سمعنا كلامهم الأغلبية أكثر من 80 شخص طالبوا بالتغيير، والشيء اللي طبعا أعطونا الحرية لأن نختار، واخترنا لهم الأخ عمر الملقب بعمر البلال، اخترنا لهم أمين عام والأغلبية وافقت، والبعض في البعض ما وافق، الأخ الأمين النائب وافق قال نحن قعدنا كثير علينا ننسحب، ولكن الأخ الأمين للأسف الشديد هو الوحيد لم يوافق بهذا الشيء، وهذا حالة الزمن، الإنسان هذا يجي وهذا يمشي. جميل، أشرتم إلى مسألة الإقامات. نعم، مسألة الإقامات أصبحت الشغل الشاغل للجالية هناك، فهل أجريتم بصفتكم أمين عام ثاني للحركة الوطنية لإنقاذ، أجريتم اتصالات لازمة لإيجاد حلول؟ نحن سألنا الجالية، بعض من أفراد الجالية، ما هي المسائل التي تعانوها، وذكروا لنا المشاكل الآن تعاني في السعودية، والآن نحن نطلب من وزارة الخارجية تدخل، الكلام هذا قلته، تدخل مع الجانب السعودي في هذا المجال بالذات، في لأن في دول كثيرة الآن بعد الإجراءات الأخيرة الطلبات المملكة من الجالية والناس رحلت عندها مكانات، نحن أيضا نطلب من وزارة الخارجية تكوين لجنة للتباحث في أوضاع الجالية التشادية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لأن هناك ناس مواليد في المملكة العربية السعودية وما بيقدروا اليوم فجأة يجوا إلى البلد بهذا الشكل، ولهذا وأيضا طالبنا من وزارة الأراضي وكتبنا طلب منها المكتب التنفيذي، وطالبنا بإعطاء قطعة أرض للجالية الجالية في المملكة العربية السعودية، أي واحد يبني ربما ما يحصل فيه مثل ما حصل في أفريقيا الوسطى أو الجوم ليبيا وهكذا. كذلك أشرتم إلى مسألة المدرسة التشادية بجدة، هي أيضا تؤدي دورها في تعليم أبناء الجالية التشادية المقيمة هناك، إلا أنها أيضا تواجه بعض الإشكاليات. هناك المدرسة أصبحت الآن المدرسة، يجب لوزارة التربية والتعليم أن ترأي هذا المكان، لأن التعليم هذا شيء مهم، الطلاب يشيلوا الشهادة الثانوية وين يمشوا ما معروف، هذا من جانب، فأنا بطالب وزارة التربية والتعليم
في ما بعرف في أي دولة عندنا مدرسة، ولكن في السعودية بعرف عندنا مدرسة الآن عندنا 1000 طالب موجودين كل سنة، والمدرسة الوحيدة حتى بعد إخواننا السودانيين كان الآن بدرسوا فوقها في فترة ما، أصبحت المدرسة زي الناس اللي بيستفيد من وراها. ولذا وزارة التعليم خليت تضع الجانب الأكاديمي الصحيح في هذه المدرسة وتراقبها عن قريب، وتطلب من الجانب السعودي مساعدة الطلاب الذين تخرجوا في بعض المنح الدراسية. نحن ما محتاجين نمشي نقرأ الشريعة الإسلامية لعم تشاد، نفتخر بذلك، ولكننا دائرين يسمح للطلاب في الطب في الهندسة في الكيمياء في الأحياء، ونستفيد من العلاقة الموجودة بيناتنا. نحن جزء من العالم الإسلامي والعربي، تشاد الدولة الوحيدة اللغة العربية لغة رسمية في الدولة، تشاد الدولة الوحيدة 80% من المسلمين، تشاد تناشد الدول الخليج. نحن كحزب خلي تقف معنا في دعم ومساندة الجالية الموجودة في المملكة. طيب أنت أو أنتم بصفتكم نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، نصبتم الأمين العام الفرعي الجديد لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية، إلا أن هذا التنصيب أثار ردود أفعال كثيرة. بالفعل هو أصلا الناس اللي نحن لا نحاسب من يكتب في الواتساب. أنا درست قرأت كل ما كتبوه، كلهم 5 أشخاص هم اللي بيكتبوا الآن في 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 شبكة التواصل الاجتماعي. أنت المكتب التنفيذي، أن ما دام هنا في مكتب تنفيذي واختار الشخص هذا، الإنسان المناضل الحقيقي عليه أن يحترم قوانين ولوائح الحزب الماشي فوقه. الحركة الوطنية للإنقاذ الرفيق إدريس الديبي أسسها بمجموعة بسيطة، وصل الآن كل تشاد من شرقها وإلى غربها وإلى جميلها ما فيه إلا درفوهنا المملكة العربية السعودية موجودة. نحن كنا في مصر لقينا ام بي اس موجودة، كنا في تونس، كنا في ام بي اس موجودة في كل مكان. لكن الإنسان إذا كان أنا زكريا الآن طلعوني فقط نطلب من أخواني يكتبوا في شبكة التواصل الاجتماعي، هذا بحد ذاته نحن ما محتاجين للتوحد للتضامن للتأخي للتسامح لكل شيء. إنسان 22 سنة بعدين أخواني يقوموا يكتبوا في شبكة التواصل الاجتماعي، هذا خطأ. ونحن ما مرد في الناس الذي تكتب، خلوهم يكتبوا، ولكن الأغلبية هي اللي اختارت، ليس نحن كمكتب اخترنا. طيب لأول مرة يتم اختيار امرأة في منصب الأمين العام النائب الأول المتمثلة في حواء سليمان الملقبة بريشة الوطن، ما المعايير أو لماذا هذا الاختيار؟ نحن صراحة أنا بقول لك بكل شرف، الطالب البنات النساء في السعودية ثروة هائلة للبلد، فخر واعتزاز للبلد، وأنتم شاهدتوا عبر الفضائيات في العالم، شاركوا في معرض الكتاب من المملكة العربية السعودية، شاركوا في قنوات فضائية الآن استضافوهم. ولما اخترنا هذه البنت بناء على مواصفات كاملة، ده من جانب. الجانب الثاني توجيهات رئيس الجمهورية واضحة، أن من هنا قدام في الجمهورية الرابعة الكل بمستواه بمقدرته، ليس هناك فرق بين المرأة والرجل، ليس هنا في العمل بالذات. نحن اخترناها لأنها عارفين ومتأكدين لأنها تقوم بالدور فعال ودور بعدين ما شيء عادية، كانت شاعرة وكانت رسامة وكانت تلعب دور الآن وبتدرس في المدرسة، فهم المفروض يفتخروا ناس السعودية ويعتزوا بهذه البنات ويدعموهم. البنات الذين رفعوا دولتنا في العالم العربي وفي السعودية الآن عندهم دور قيمات به. فنحن نحيي الفكرة الذي جاء بها رئيس الجمهورية أن تكون المرأة تلعب دورها، كل الشباب يلعبوا دورهم في الحزب، والحزب الحركة مفتوحة أبوابها للكل ليس لحد معين. يعني يأتي هذا الاختيار بناء على رضا تقريبا الكل؟ لا، هو أنا الاختيار جاء اختيار، أنا اخترت هذا الخرم، تركوا لي المجال لما قلت لهم اختاروا، قالوا ما اختاروا فتركوا لي المجال. فأنا لما تركوا لي المجال لقيت الأخ الأمين العام، أنا غيرت 2 فقط. الأمين العام هو اللي كل الناس معيدنا، الأغلبية الموجودين معيدنا، من 70 ل 41 معيدنا. ولما أقول لهم بختار اخترت، قول لهم بختار لو سواء موافقته مرأة أو رجل، قالوا أي شيء موافقين عليه، واخترت لهم هذه البيت لأنها متعلمة وحضرت في الاجتماع وكانت لعبة دور رسمي وأم عائلة ومدرسة معهم، والآن هي قايمة في شبكة بتلعب دور رئيسي. فنحن هذا هو الهدف وليس هدفه. طيب سعادة الدكتور، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أنا بحيي الشباب الذين أسسوا مواقع للحركة الوطنية للإنقاذ، منهم لجنة التنسيق للحركة الوطنية للإنقاذ الآن قايمين بدور فعال،
وام بي اس حول العالم، مجموعه جروب ام بي اس حول العالم، هذول شباب مثقفين الان موجودين، استطاعوا في هذه الشبكه ان يربطوا في الولايات المتحده الامريكيه، في ليبيا، في فرنسا، كل هذه الشبكه بتدافع عن الحزب. وانا بحييهم باسم الحزب وباسم البريزان فندادير، بقول لهم سوروا ولا تخافوا، وطالبوا بانهم سيندمجوا تحت الحزب، ونحن من هذه اللحظه هذه المواقع نعتبرها مواقع مدافع عن الحزب في كل مواقع شبكة التواصل الاجتماعي، لأنها بتدافع عن الحزب، بتدافع عن سياسة رئيس الجمهورية، بتراقبنا أينما كنا. وهدول الشباب كلهم مثقفين، بنات وولاد، فأحييهم وأقدم لهم التحية وأقول لهم سوروا أن الجمهورية الرابعة جمهوريتكم، وحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حزبكم، ليس حزب لزكريا. إدريس ديبي الوحيد الأسس هذا الحزب، دفع فوق ثمن وجاب لهم، وأقول لهم إلى الأمام لا تخافوا شيئا، ونحن إن شاء الله سنراقبكم عن بعيدا قريبا، ونكون معكم في السراء وفي الضراء إن شاء الله. دكتور زكريا محمد صالح النائب العام النائب الثاني للحركة الوطنية للإنقاذ، شكرا لتلبيتكم للدعوة. لكم الشكر والتقدير لهذه الدعوة، ونحن جاهزين في أي لحظة إن شاء الله. شكرا جزيلا. نواصل تقديم هذه النشرة من الفضائية التشادية. مخرجات المنتدى الوطني الشامل للجمهورية الرابعة هو محور الحملة التوعوية التي نظمها تحالف الجمعيات والمنظمات والجمعيات الشبابية بالدائرة الخامسة. تقرير زينب أحمد عبد الله. في إطار الحملات التوعوية التي تقوم بها بعض من مؤسسات المجتمع المدني حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل للجمهورية الرابعة، قام تحالف المنظمات والجمعيات المدنية والجمعيات الشبابية بحملة توعوية حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل. الكلمة الأولى جاءت من قبل عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى، حيث تحدث عن الجمهورية الرابعة التي تضمنت قرارات هادفة تنصب في مجال تنمية البلاد وترقيتها إلى الأفضل. أما رئيس الجمعية المهندس فيصل حسين حسن البكر أشاد في حديثه عن نتائج المنتدى الوطني الشامل الذي يهدف لتنمية البلاد والفرص التي منحها رئيس الجمهورية للمرأة والمعاقين. أيها الكرام، إن المنتدى الوطني لإصلاح مؤسسات الدولة يعتبر منتدى وطني شامل جامع يعالج جميع قضايا المجتمع ويعالج جميع القضايا هذه المنطقة، أو مخرجات هذا المنطقة أخذ إحدى إداري. ونشير بأن المناسبة حضرها رؤساء المربعات والشيوخ التقليديين وبعض من سكان الحارات. بدأت مؤخرا جمعية الشباب من أجل التنمية بمنطقة جراب في مزاولة أنشطتها الرسمية، كان ذلك بمركز المنثقة في بحضور عدد من أعضاء الجمعية. تقرير آدم حنفي فاضل. التنمية المحلية من أولويات الوطن، عنوان اخترع من قبل أعضاء جمعية الشباب من أجل التنمية لمنطقة جراب في هذه المناسبة التي تعد المناسبة الرسمية لمزاولة أنشطتها، والتي حينها تم تنصيب أعضائها فوق المسؤولية، البالغ عددهم 12 عضوا لكل من المنسقية والمالية والإعلام وغير ذلك، بزعامة المنسق العام عيسى عبد الرحيم كروما، الذي ذكر في خطابه كل أهداف الجمعية ضمن لوائحها الداخلية. شباب لن يخيفهم صراع التنمية في المناطق الصحراوية كمنطقة جراب، وهي منطقة أثرية في حد ذاتها، حيث وجد الباحثون فيها جمجمة توماي، مداخلات من قبل أعضاء الجمعية مطالبين فيها نظرائهم بجمعيات المجتمع المدني العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مؤكدين أنها جمعية تنموية لا ربحية. أضاف المنسق العام عيسى عبد الرحيم كروما للصحافة قائلا بأن جمعية الشباب من أجل التنمية لمنطقة جراب بها خبراء مختصون في كل المجالات التنموية، يعملون ضمن قانون وضوابط جمعيات المجتمع المدني. هذا ويشار إلى أن جمعية الشباب من أجل التنمية لمنطقة جراب أسست منذ 25 من شهر مايو لعام 2016، ويوجد مقرها الدائم بالعاصمة أنجمين تحديدا بحي الدقي الرياض. دينيا، نصب اليوم القس الجديد للكنيسة الإنجيلية رقم 5، وذلك وسط حضور ممثلي مختلف قيادات الكنائس الإنجيلية. عبد الله هارون التفاصيل. شهدت الكنيسة الإنجيلية رقم 5 حفل التنصيب الرسمي للقس الجديد هني دافيد، وذلك وسط ممثلي قيادات الكنائس المختلفة، حيث استحلت المناسبة بالدعوات والصلاوات الإنجيلية سائلين الرب أن يجلب الأمن والسلام الدائم. عقب ذلك كلمة الترحيب قدمها العميد العام للكنيسة شاكرا فيها الحضور على قبول الدعوة
ساردا السيرة الذاتية للقصة الجديد، مذكرا الجميع بأن القصة الجديد يعتبر القصة السابع للكنيسة منذ تأسيسها، متمنيا له التوفيق والعمل من أجل خدمة الكنيسة وأتباع الديانة المسيحية. عقب ذلك قدم الأحالي والأصدقاء وذوي المعارف التحاني والتبريكات والهدايا القيمة للقصة الجديد تقديرا وعرفانا وتشجيعا له بالمنصب الجديد. وبعيد تنصيبه قدم القصة الجديد كلمة أثنى فيها على الحضور الذين شاركوا في الحفل الميمون، مؤكدا بأنه المسؤول الأول للكنيسة، طالبا من أتباع الديانة المسيحية التحلي بروح التسامح والتآخي والمساهمة في نشر ثقافة السلام والمحبة بين جميع شرائح المجتمع كافة. التقى صباح اليوم رئيس جمعية وادي كندي مع مسؤولي عدد من الفرق والأندية الرياضية، وذلك لمعرفة الصعوبات التي تعاني منها هذه الأندية. تقرير عباس أبكر مصطفى. شباب يمتلكون المواهب والرغبات في ممارسة كرة القدم، ولكن العائق الماثل أمام هؤلاء الشباب هو الدعم اللوجستي والمادي لبلوغ أهدافهم. لذا فقد بادرت مجموعة وادي كندي بعقد لقاء مع مسؤولي أربع فرق، من بينهم فريق للنساء. وقد سمح اللقاء لمسؤولي الفرق استعراض المشاكل التي يعانون منها وإيجاد طرق كفيلة لمساعدتهم. جروب وادي كندي ده هو تجور قاعد يعاون للجناس عشان قاعد يسوي سبورت دولا، هسا كي يدور يعاون للشباب دولا عشان يطوروا للسبورت أنا تشاد قدام، عشان قاعد نشوف في دولة كتير إلا ليم ناسيونال أنا دولة كتير سمينا، لكن أنا تشاد ده يواي ما سمينا. كما أضاف توجي بأن الرياضة تعد منبرا لاختلاط الشباب وتوحيدهم وتجنبهم مختلف أنواع الجرائم وخلق جو مناسب بينهم. بهذا الخبر الرياضي نأتي وإياكم سيداتي وسادتي إلى نهاية النشرة. شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.